أنتم في الاستماع إلى إذاعة الديوان من صفاقس. أحكينا الحكاية مدام كيف صارت؟ حسب ما قاعدة تهبط في الجرائد أنه ولدك متهم بالإرهاب، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته، متهم بالإرهاب في العراق، وتناشد أنت السلطات التونسية باش تتدخل. كيفاش بدأت الحكاية وشنو يعمل ولدك في العراق؟ أنا صليحة المديني، أم محمد المديني، ساجين بالعراق. ولدي كان يقرأ لهنا في تونس، أخذ الباك وجهوه في الأرشيف، ما حبش يقرأ في الأرشيف، عاود التوجيه، معناتها إعادة توجيه في مشال الزيتونية، حب يسجل، حب يقرأ في الزيتونة. قالوا له جيت متأخر، معناتها مثلا ما لقاش بلاصة، وعندي إعادة التوجيه موجودة، نكلم فيكم كل حاجة يعني بالأدلة بالوثائق صادقة. حتى أنت يا مدام كي تحكي معانا كي أنا معناتها روحت من الخدمة، قال لي يا أمي كيفاش باش نعمل، أنا عامل سنارة باش يبيع لي، راني ما نجمتش نسجل في الزيتونية، راني خمرت باش نخرج للمصر، باش تعاونيني باش نسجل ونمشي للأزهر باش يقرا في الأزهر، باش يقرا علوم تشريعية، علوم الدين هكا، اي علوم تشريعية في الدين. هاي فهمت، عمل لي التوكيل اللي باش انا نخرج له الوحدة هذيك الفيزا، وموجودة عندي، معناتها التوكيل هاو موجود، وبقيت معناتها قلت له شجعته، قلت له ما يسالش، المهم اقرا، انا نحبه يقرا. لحد الان الامور ماشيه كما ينبغي. اي كي شاف على الانترنت لقى الاجل، معناتها اخر اجل نهار 15 اكتوبر، قال لي راني باش نطلع باش نمشي نشوف موعد الطياره وقتاش. هذا عام تيش مدام؟ 2008. عام 2008 هاي؟ في شهر اكتوبر. هاي؟ مشى للمطار، لقى الطياره تخرج مع 19. قال لي يا امي راني ما نخلطش على التسجيل، والطياره راهي تخرج بعد باربع ايام، كيفاش نعمل، راني خممت باش نشوف سوريا خير من يبيع لي العاء. قلت له محمد راهي شاده من الازهر خير من شاده من كليه الشريعه في دمشق. قال لي يا امي نقرا العام وبعد توا جمدي لي شويه فلوس باش نجم انا نتحرك ونجم، وتوا نعاود معناتها نطلب نقلتي من من المقاعد من دمشق. مشى دخل دمشق، بقى حب يسجل ما نجمش يسجل، بقى ثلاثة شهور. بعد ثلاثة شهور مدد الإقامة ما بين ثلاثة ومرتين، أنا معناتها الحكاية باش ما نحبش نقول حاجة تبدأ مش صادقة، نسيت خاطر من 2000 ومحسوب من 2008 آخر 2008 في أول 2009 به مدد الإقامة أو فاهم معناتها وقت التمديد. وعليش ما رجعش مدام؟ علاش ما رجعش إذا كان ما قراش؟ علاش ما رجعش؟ هو كان زعما خمم باش يخرج لتركيا باش من بعد يرجع لسوريا باش يسجل في تركيا. شو باش يعمل في تركيا معناها؟ لا فهمني كيفاش. حب يخرج لأول مرة، يعني في كيف فكر وكلمني بالتليفون قال لي يا عمي الفلوس اللي عندي شوية ولا راني نخرج لتركيا نعدي معنا باش يزيد يرجع لسوريا، انتم تفهموا في الحاجات هذه باش يعني باش ينجم يزيد يرجع لسوريا. فهمت؟ واضح. نسمع ما الفلوس ما الفلوس ما كفتوش، ما عندوش الفلوس، وانا ما نجمش نخرج له يعني ما لقاش كيفاش. هاي الفلوس هي عطلاته، يعني الفلوس اللي عنده شويه ثم كاري ما كارين اولاد مع بعضهم بما فيهم واحد عراقي. هاي قالوا هاو هاي فكرة، هاو تدخل معايا تمشي معايا للعراق، عندي راهو قريبي عنده شركة مع عنده مشروع نتوا نكلموا وتدخل تخدم، وبعد في شهر اوت باش خاطر هما قالوا في شهر اوت التسجيل. فهمت؟ في سوريا.
وفي شهر ما وترجع معناتها تسجل وتقرا. قال نمشي لما تفتوفة فلوس ونرجع باش نجم نقرا هكا. ايه الطفل محمد وقتها عنده شويه فلوس معناتها. الطفل بيد عينيه على الفلوس اللي عنده قال له تعطينا تعطيني شويه فلوس باش نعطيك نكلموا شكون معناتها يدخل يسجلك هذيك تخدم وبعد ترجع. وانت الفتره هذيك الكل تواصل مع ولدك بالانترنت تحكي وتتبع فيه هو وين وشنو قاعد يعمل؟ كان بالتليفون. لا بالتليفون في سوريا بالتليفون. بالتليفون انا كي دخلت العراق وما ونمشيه وياه ما سجلش قالوا هيا هزني بقات طفلي مهما معناتها كلي خطر ما سماش حكاية خدمة ما سماش حكاية خدمة الحكاية كلها كبدة. قالوا لا بس فيتني فلوس شوية الفلوس رام طالبين أكثر من كل وقت تعرف أنا شنيني اللي عندي والفلوس اللي عندي أعطيتها لك خليني نخدم وبعد طول ندبر طول نعطيك اللي تطلب نعطيك. إذا كان سمحني سمحني لصليح نقص على حديثك إذا كان ما فهمش خدمة شنو كانوا يخطوا هما شنو كانوا طالبين مين يحبوا يهزوا محمد؟ ما عنديش فكرة ولدي ما عندي ما هذي اللي تو أنا نحكي لك في الحاجات اللي وصلوني راني نحكيك في الحاجات اللي نعرفهم. منين وصلوك مدام؟ إسك أصحاب محمد يحكيوا لك ولا محمد يحكي لك ولا كيفاش؟ كيفاش منين اصحاب محمد؟ انتي منين انت مدام المعلومات هذه شكون كان يوصلها لك الحكايات هذه يجيب له فلوس؟ محمد وصلها لي. محمد وصلها لي محمد وقت اللي دخل السجن وبعد بقى مده كبيره معناتها اشهر في السجن ومن بعد ولا يكلم فيا وحكى لي الموضوع هذايا. هاي بي بي احكى لي الموضوع هذايا كيفاش حكى الموضوع؟ وقتها انا مشيت للاستاذه راضيه ومشيت بقى يعني قلت لها عاونيني راهو محمد مدام راضيه النصراوي هكا نوضحوا الامور. اي هاي اي وقتها هو هو يحكي كيفاش دخل وقتاش دخل وانا هو يحكي وانا نتكلم في راضيه وراضيه تكتب انا نتكلم وراضيه هكاك فهمت كيفاش بالتليفون كيفاش دخل وكيفاش وشنو صار وشنو صار كانت كيفاش نفهم فيه قضية اللي بقات في ذهني الحاجات هذوما اللي بقاو في مخي وفي ذهني فهمتني؟ باه كي مشى ما سجلش قال له هيا نحب نخبر نحب نكلم دارنا اخرج معايا الكابينات خرج وياه للكابينات يتكلم هو وخوه على ال في الانترنت في على الانترنت فهمت؟ اللي هو يتكلم هو وخوه الطفل خرج الطفل خرج من بحذاه من وسط التدوينات وشرع عليه الجيش قال واقع واحد الهادي تونسي في التدوينات مشاو له وقت قال لي يا ميراني ما حسيت كان بالتدوينات صارت لي بالجيش وجاو هزوني قال لي يكوروا بيا الكلمات هذا قال لي والله يا مي يكوروا بيا وهزوه للسجن بتهمة شنو التهمة اللي توجهت له مدام شنو التهمة اللي توجهت له في الوقت هذاك؟ من بعد ما دخل السجن وحققوا معاه بعد بثلاثة شهور ما كلمناش يتصل بيا واحد عراقي ما واحد ضابط في التحقيقات العامة ولا حاجة كيف هذا شنو قال لك الضابط وقتها؟ قال لي انت ام محمد الزيني قلت له ايه قال لي وين ولدك بعثتيه قلت له في سوريا يدرس بعثته للدراسه قال لي ولدك راهو موجود عندنا في العراق وراهو في السجن جيت انا معناتها وليدي قلت له علاش شنو هي التهمة يا مدام؟ التهمة اللي توجهت اللي قالها لك الضابط شنو هي؟ التهمة اللي توجهت له تهمة ارهاب بتهمة الإرهاب به التهمة به التهمة توجهت له تحبس قديش عدى في من عام من شهر في السجن؟ توا عنده من 2009 إلى حد الآن توا 6 سنين 6 سنوات إيه آخر مرة كلمت فيها ولدك وقتاش؟ كان في بيناتكم التسعة عندها الحكاية آخر مرة هو 3 سنين ما كلمنيش ثلاثة سنين في 3 سنين بعد عام ونص كلمني ليلة اللي نهار 15 جويلية 2013 وقت اللي دخلوا وحلوا باب سجن التاجي
وقت اللي دخلوا حلوا الباب السجن التالي باش يهربوا المساجين نتاع الصمة العراقيين. فهمت؟ من بينهم هو هرب. من بينهم هو، من بينهم هو مدام هرب من بينهم هو محمد خرج. ما هربش محمد، ما هربش محمد. في الليلة ذيك يطلبني مع حكايه السبعه وربع، السبعه وربع في الوقت ذاك احنا شقوا في الفتره. كيفاش طلبك مدام؟ كيفاش طلبك ملا؟ اطلبني ما نعرفش، خذا تليفون من عند شخص ما نعرفش. في السجن، في السجن ما نجمش يا اخو مدام، ما نجمش يا اخو. في هي في السجون التونسيه ما تصير. اطلبني بالتليفون اطلبني بالتليفون وهاو التاريخ اعطيته لكم، وتنجموا تجبدوهم الداخليه ولمين دي تجبدت المكالمه ذي، وتشوفوا الكلام اللي دار ما بين ولدي وانا. انا فاهمك يا مدام، لكن دقيقه يا مدام صليحه، لو هو في السجن كما تقول انت مثلا القانون ممنوع انه مساجين يستعمل الهاتف الجوال، هذا ما هو اكيد. لا كلمني. لا لا كلمني. يعني ولدك مش في السجن منطقيا مدام، فهمت كيفاش؟ ولدك مش في السجن، هو موجود التو في السجن هذا، في السجن التاجي. علاش ما عادش موجود الى حد الان؟ نقول لك ما انا كيفاش، ولا ما كان يكلمني من وسط السجن، كان يكلمني قبل من السجن التاجي هذايا، كان يكلمني وكلموه وكلمني يعني على طول، يكلم فيا ما ثلاثة نتاع الصباح، يكلم فيا وقت يكلمني. من اللي بدات الاعتصامات في العراق وبداوا مش يحبوا ينحوا الرئيس نتاعهم، تشددوا معاهم ولو فوق ينحوا لهم في البورتابلوات، يفركشوا لهم في السيتار ينحوا لهم في البورتابلوات. واضح. ابنك لحد اللحظة هذه موجود في السجن بتهمة الإرهاب، عندك مدام تفاصيل؟ يعني الإرهاب كلمة راهي كبيرة برشا، شنية بالضبط التهمة؟ التهمة المتوجهت له في الإرهاب شنية؟ تفجير شنية بالضبط يعني؟ لا تفجير ولا عنده حتى شيء. لا هو ما عليه نعرفه مدام. اعترافات من تحت التعذيب، اعترافات من تحت التعذيب. فهمت كيف؟ اعترف شنو قال؟ على شنو اعترف تو؟ انا ما هو كيفاش طلبني هو كيفاش؟ قال لي يا عمي سامحيني راني اعترفت على حاجات ما عملتهاش. علاش؟ قلت له يا وليدي علاش تضيع في عمرك؟ قال لي يا عمي راهو تعرفي الشنيور اللي يتحط في الحيط؟ قال لي انا الكورون في راسي هكاك وفي عده اماكن من بدني. راهم عذبوني تعذيب كبير، ما عرفت راني خممت يا روح لك في صندوق يا نهبل يا نشد السجن، راني اخترت السجن. قلت لعل ربي سبحانه يفرج عليا او نخرج من السجن. مدام انت انت اللي دار ما بيني وبينه، ما بينك وبينه في اخر مكالمه، انت نشدت السلطات التونسيه مشيت؟ انا السلطات التونسيه المرزوقي القصر بجوابات اعتصمنا الخارجيه ذيك على طول ساكنه فيها، وزارة حقوق الإنسان، وزارة العدل، وزارة الشؤون الاجتماعية، السفارة في العراق، اتصلت، جريت، عيطت، جوابات هاي عندي الوحدات نتاعهم، اللي أنا صابت جوابات باسم السيد الوزير، صابت المقابلة، طلبت معناتها باش يعاونوهم في المشكلة نتاع السجن التاجي، هذا عندنا خمسة. هما في التعذيب من أجل هذه القضية هذه نتاع الهروب. وما إلى حد الآن من شهر خرج سجين للمداوات، طلب أمه قال لها يا أمي كلموا السفارة خلي يجونا، راهم الميليشيات داخلة خارجة، راهو في أي لحظة رانا نجم نموت إلى حد الآن، وحنا نطالبوا باش ينقلوهم من سجن السجن السجن تكون فيه المعاملة باهية. واضح مدام صليحة، واضح. هل فما سؤال فقط أخير نسأله لك، هل فما أصدقاء مع زملاء توينسا اللي هو محمد معاه في السجن؟ كانش يحكي لك إنه فما توينسا قاعدين معاه في 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 سجن العراق؟ اللي في السجن هذايا الاخرين ممكن لاباس، اما اللي في سجن التاجي هذايا السجن اللي في بغداد معناتها معروف اخي بسجن هو في بغداد. فهمت؟ عندنا خمسه توانسه، عندنا خمسه توانسه في السجن هذايا، خمسه توانسه وضع كيف كيف، كلهم قاعدين كلهم في الانفرادي. السجن هذايا انا زيد ولدي عنده فيه مشكل، يطلبوني قبل ما تقع الواقع نتاع السجن هذايا نتاع خيال في اول 2012 حاجه كيف هكا ما عرفتش التاريخ. نهار ثلاثه طلبوني نهار 23 جويل 2011
طلبني ضابط من الشرطة العراقية في السجن هذايا اللي في سجن التاجي يقول لي تبعتينا 7000 دولار رانا نحينا شهادة طبية من الدوسي نتاع محمد باش تبعتينا 7000 دولار باش نرجعوا له الشهادة للدوسي باش نهار اللي يتحاكم يخففوا له في الحكم اللي هو ما اعترف اعترافات من تحت التعذيب. عندك تسجيل مدام المكالمة نقص حديثك سامحني، عندك تسجيل المكالمة هذه انه طلبوا منك 7000 دولار الناس هذوما كي طلبوك، هل ثم تسجيل يثبت هذا؟ كيفاش نسجل انا اذا كان تاخذوه من دور تسجيل التليفونات اللي تجيني من العراق؟ انا مش هو ندري انا ما سجلتوش، انا ما نعرفش اللي مش نوصل انا الحاجة هذه، المشكل اني انا ما نعرفش مش نسجل، جاني تليفون زيت حطيت في ودني. واضح يا مدام، واضح واضح واضح، شكرا ليك مدام صالحات. قصة ولدك انتم شنو تنجموا شنية هذه إذاعة ولا تلفزة؟ مدام أنت توا في المباشر على إذاعة الديوان من صفاقس، إذاعة خاصة في برنامج يسير علينا. حبينا ناخذ قصة محمد المديني ولدك اللي موجود في العراق سجين بتهمة الإرهاب. إن شاء الله تعاونوني في الموضوع دي، أنا راهو عندي معناتها نحب نخرج المحامين، خذيت له الواحد خذيت له تأجيل الحكم مشوا نهار المحاكمة نهار الأحد اللي فات نهار 8 فيفري وأجلوا له الحكم، مازال ما قالوا ليش وقتاش باش يتأجل يعني التاريخ، أنا مازلت ما خذيتش وقت قدام إن شاء الله. فأنت راني طالبة مساعدة من الدولة من رجال تونس من التوانسة الكل، يخرجوا لي محامين للعراق يترافعوا على القضية دي ويهبطوا لتونس. شكرا ليك مدام، يحطوها في سجن تونس ما يثالش. شكرا ليك مدام صليحة، شكرا ليك، احنا مازلنا متواصلين معك، شكرا ليك. فما تأثر كبير الحقيقة في صوت مدام صليحة اللي ولدها موجود في العراق بتهمة الإرهاب، تهمة كبيرة برشا. حسب ما تقول هي ولدها خرج باش يقرأ باش يواصل تعليمه، ولكن يلقى روحه بليلة ونهار موجود في السجن في السجون، وتقول راه اتصل بيا وفي حالة يرثى لها من تعذيب بعترف انه قام بعمليات إرهابية. اللي نطمحوا له انه تدخل السلطات التونسيه باش تنجم يحاكم محاكمه عادله والمتهم بريء حتى تثبت ادانته، اذا كانوا بريء اكيد يرجع الى تونس، وان شاء الله نقولوا احنا يكون بريء وبعيد كل البعد من تهمه الارهاب. هذه قصه محمد المديني. انتم في الاستماع الى اذاعه الديوان من صفاقس.